الاهلي النهارده استأنف تدريباته، لا مجال ولا وقت للراحه، عايزين نطمن على الفريق البرنامج ازاي الفتره اللي جايه. خلاص دلوقتي هنبدا نتكلم على مباراه الترجي نهائي افريقيا، ده اهم كتير من كل العك اللي احنا شايفينه في النظام المحلي. لذلك نروح بسرعه الى زميلنا شريف شعبان المتواجد حاليا في مقر النادي الاهلي في الجزيره عشان نطمئن من خلاله على مدى استعدادات الاهلي لمباراه الترجي التونسي. مساء الفل يا شريف. مساء الخير زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. مليون مبروك فوز الاهلي بالامس في مباراه من اروع مباريات النادي الاهلي الفتره الاخيره، وبروفة قويه جدا 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 قبل مواجهه الترجي التونسي. زي ما قلت لك منذ ايام ان مستر كورر كان محضر اللعيبه من الحديث عن مباراه الترجي التونسي، الان مستر كورر لا حديث سوى عن هذه المباراه. عيش المباراه من امبارح، عيش الاجواء الافريقيه، مطالب من النادي الاهلي باذن الله باذن الله باذن الله تحقيق نتيجه طيبه جدا طبعا في رادس، والعوده باذن الله عشان نتوج باللقب الغالي لكل جماهير النادي الاهلي. لا وقت للراحه زي ما قلت زميلي محمد، امبارح البعثه او النادي امبارح رجع حوالي الساعه 1:30 بالليل، النهارده تجمع الساعه 2 الظهر في النادي، الساعه 3 كان في جلسه تصوير طبعا طبقا تعليمات الاتحاد الافريقي، التمرين الساعه 6 لوقت للراحه. 11 يوم اربع مباريات الاهلي بياخدهم، والحمد لله حقق العلامه كامله في عدد النقاط، وبدا يبتعد او يقترب من المحببه اليه طبعا قمه الدوري في المسابقه. وباذن الله بعد الرجوع من افريقيا باذن الله نكمل مؤجلاتنا ونعتلي صداره الجدول باذن الله. زي ما قلت لك التمرين هيبدا في السادسه مساء، لاعبي النادي الاهلي كانوا موجودين النهارده في التتش الساعه 2 الظهر واجروا جلسه تصوير. يمكن الان في ملعب التتش في اجراءات تاهيليه لاثنين من اللاعبين كوكا واحمد عبد القادر، الموقف باذن الله كويس خصوصا كوكا، فباذن الله عنده فرص كبيره جدا للحاق مع النادي الاهلي في السفر الى تونس. احمد عبد القادر باذن الله هينتظر العوده باذن الله، وباذن الله يكون جاهز طبقا للرؤيه بتاعتي. لسه ما فيش اي تاكيدات من الجهاز الطبي، ولكن الشواهد كلها بتقول زي ما بقول لك زميلي محمد، تمرين النهارده، بكره اجازه، تمرين يوم الثلاث، تمرين يوم الاربع، ثم السفر باذن الله الى تونس. دعواتنا ودعوات كل الشعب المصري باذن الله نرجع منصورين منتصرين باذن الله باذن الله. طيب شريف، يعني هل ممكن النهارده كولر يعمل تقسيمه او يصعد لعيبه من قطاع الناشئين يعمل مباراه كده تريننج على ملعب التتش ما بين اللعيبه اللي ما شاركتش في مباراه امبارح؟ اكيد محتاج برضه يبص على ياسر، يبص على ديانج الشناوي اكيد. هل ممكن ده يبقى متاح النهارده ولا تدريب بسيط وبكره راحه زي ما قلت وبعد كده التدريبات من يوم الثلاث ان شاء الله؟ المعلومه اللي عندي اللي هي تمرينه عاديه، ولكن هو عنده بعض من لاعبي قطاع الناشئين، فكولر كل شيء وارد معاه، لان هو كولر شغال بتعليمات او بسريه كبيره جدا مع جهازه الفني المساعد. المعلومه اللي عندي طبعا اللي هي تمرينه عاديه، هتكون كمان بعد اقل من ثلث ساعه، الاول هيبقى فيه محاضره طبعا مع لاعبي النادي الاهلي ثم التمرين. المعلومه اللي هي هتكون تمرين الى الان، لو في اي تراي ماتش ولا حاجه هكون طبعا بقول لك زميلي محمد، ولكن المؤكد الى الان هي تمرينة عادية خالص طبقا للبرنامج اللي وضعه مستر كورر طبعا لباقي الأيام قبل السفر إلى تونس بإذن الله بإذن الله. زميلنا شريف شعبان موفد قناة الأهلي من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، شكرا جزيلا ليك على كل هذه المعلومات والإيضاحات.